رحلتي إلى جزيرة كوبا بدأت من مدينة ميامي، حيث يقيم نحو مليون كوبي لجأوا إلى هنا على مر السنين. ومن هنا يسافر عشرات الآلاف منهم لزيارة أقاربهم في هافانا. يحظر على معظم الأمريكيين السفر للسياحة في كوبا، لكن المجموعات الدراسية والزيارات العائلية مستثناة وتغادر عبر رحلات جوية خاصة تقلع من ميامي بشكل يومي. أقل من 50 دقيقة لزمتني كي أصل إلى كوبا، وفي هافانا شعرت وكأنني في عالم آخر، وكأن الزمن ناسيها. الحظر الشامل الذي فرضته الولايات المتحدة على هذه الجزيرة عقاباً على الثورة الاشتراكية فيها ومعالم نظام الحكم عاملان تركا بصمة قوية. فهذه السيارات الأمريكية في الخدمة منذ ما قبل انتصار ثورة فيدال كاسترو وتشي جيفارا عام 59، والشوارع تخلو من الإعلانات التي تروج البضائع الاستهلاكية لصالح اللوحات التي تشيد بالثورة. لكن الكوبيين اليوم متفائلون في إمكانية تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. هوزي الذي يعمل سائقاً للسياح يأمل في زيادة أعداد السياح الأمريكيين. ربما نرى تغيرات خلال 6 أشهر، لا أدري. أما نورماندو أسكوبار الذي يعمل على استقطاب التمويل الخارجي للاستثمار في قطاع التكنولوجيا البيولوجية الطبية يأمل في تخفيف الحصار. القلق الأول اليوم للشركات المتعددة الجنسية هو الحصار الذي يمنع الشركات التي لديها تواجد في الولايات المتحدة من الاستثمار هنا في كوبا. رفع الحظر لا يزال من القضايا الأعقد في العلاقة بين البلدين. مبدئياً تشمل الخطط إعادة فتح مبنى السفارة الأمريكية القديمة. منى الشقاقي، العربية، هافانا.